يا صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، يسعد صباحكم بكل الخير يا رب. إن شاء الله يومكم ويومنا يبقى كله بركة ورضا، وأي حاجة بنتمناها ننولها يا رب، وأي دعوة بندعيها على الصبح ربنا يكبر بخاطرنا ويحققها لنا بإذن الله. ده صباح جديد من صباح البلد، إن شاء الله نكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10. عندنا فقرات كتيرة أكيد مختلفة ومتنوعة. قبل ما نحكي لكم عندنا إيه النهاردة، خلوني الأول أصبح على جاد ورشا. يسعد صباحكم بكل الخير يا رب. صباحك فل ويسعد صباحك يا لميس، ويسعد صباح كل مشاهدينا، ويا رب يومنا يبقى مليان بالخير والسعادة والبركة والتفاؤل علينا وعلى كل مشاهدينا وكل المصريين. وزي ما تعودنا وعودنا حضراتكم، بنحاول ان احنا كل حلقة نشوف ايه الايجابي، ايه الجديد، ايه اللي ممكن يفيدنا، ايه اللي ممكن نعرف عنه كتير من اللي بيحصل في بلدنا وغيرها من التفاصيل والموضوعات، وطبعا الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات. ولكن قبل ما نتكلم وقبل ما نخش في اولى موضوعاتنا، اكيد انا ولميس لازم نصبح على زميلتي رشا. صباح الفل يا رشا. صباح الفل يا جاد، صباح القشطة يا لميس، صباح جميل على كل اللي بيتابعونا على شاشة صدى البلد. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد معاكم من 8 ل 10. عندنا موضوعات كتيرة، الأحداث متعددة سواء حوالينا في المنطقة أو حتى النهاردة عندنا بداية حدث مهم إن شاء الله زمايلي هيتكلموا عليه. لكن دايما بنحب نبتدي اليوم بطاقة أمل، بطاقة تفاؤل، دايما نبقى متأكدين إنه كل الخير إن شاء الله ربنا هيجيبه لنا، لأن ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة أبدا. صباح الفل عليكم، ونبتدي مع زمايلي بالحدث المهم اللي هيبتدي النهاردة. ده حقيقي، هو فعلا ابتدى رشا وخلاص جه الوقت الجد وجه الوقت الحقيقي اللي احنا دايما بنقول فيه كلمتنا، واللي احنا بنقول فيه قد ايه احنا بنقف جنب بلدنا وقد ايه احنا بنحب بلدنا وقد ايه دايما بنصدر الصورة الحلوة والمشرفة لكل العالم اللي دايما المصريين بيبهروا العالم بيها. الحقيقة بدأ ماراثون الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ. عايزه اقول لكم ان في دول بالفعل بدات الانتخابات او التصويت، وده طبعا لفرق التوقيت، يعني هو الانتخابات مستمره لمده يومين النهارده وبكره، لكن في بالفعل دول بدات خلاص التصويت، وفي دول كمان شويه هنتابع كده محاضراتكم برضو هتبدا التصويت، وده على حسب توقيت كل دوله ان شاء الله، لانه الهيئه محدده ميعاد الساعه 9 لفتح اللجان للتصويت في كل دول العالم. فان شاء الله نشوف زي ما قلت لحضراتكم صورة مشرفة كالعادة، المصريين بيبهرونا بالصورة الحلوة، وده دورنا، لازم كل واحد يقول كلمته ويقول رأيه ويشارك في الانتخابات ان شاء الله. حقيقي جدا يا لميس، وعايز اقول لك انه الهيئه الوطنيه للانتخابات هي انهت كل الاجراءات والترتيبات الخاصه بالتصويت، تصويت المصريين في الخارج، واكيد بالتعاون مع وزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج كمان اعتمدت واتمت نظام التصويت عبر البريد السريع للمصريين بالخارج، وده طبعا لعده اسباب اهمها ان احنا نمنع التكدس امام القنصليات والسفارات في الخارج. وبالتاكيد يعني كل واحد دلوقتي اصبح عليه دور، الظروف مهيئه خلاص ان انت تصوت من خلال البريد السريع او انك تذهب الى القنصليه المصريه اللي موجوده في المنطقه اللي حضرتك عايش فيها، وبالتالي يعني الامور ممهده تماما قبل انطلاق كمان ماراثون التصويت في الداخل، واللي هيبتدي يوم الثلاث وهينتهي يوم الاربع. هي رسالة عايزين نقولها للعالم كله، احنا كمصريين يعني على اتم الاستعداد، عارفين حقنا كويس، عايزين نرسل صورة نبهر بيها العالم انه المصري يعي دوره تماما تجاه بلده ويعي دوره وحقه الدستوري، واكيد مشارك فعال واساسي في تنمية وبناء مصرنا ودولتنا الحبيبة. فهو يعني عدة نقط كده بنحاول ان احنا نبعتها ونرسلها للعالم خلال العملية الانتخابية الجميلة دي إن شاء الله. ده حقيقي، وأنا متأكدة يا محمد من وعي المصريين، وإن هم مش بيتأخروا أبدا عن أي نداء وطني، وإنه زي ما قلنا هنشوفهم مليين اللجان كالعادة، وهنشوف صور وفيديوهات للمصريين في الخارج. والحقيقة دايما لما بنشوف مشهد المصريين في الخارج تحديدا بنحس كده بالفخر وبنحس بالفرحة، وفرحتهم بتتنقل لنا لما بيحسوا إن هم بيشاركوا
كأنهم معانا وبينزلوا وبيتجمعوا وبنشوفهم وهم بيصوتوا. المشهد ده بيفضل كده يتشير حتى على السوشيال ميديا وبنفضل كتير نتكلم عنه. عشان كده أنا كل ثقة إن شاء الله إن احنا هنشوف النهاردة وبكرة مشهد مهم جدا. عايزة كمان أقول لحضراتكم إنه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقد أعلن امبارح عن انتهاء فترة الدعاية. امبارح الساعة 12 الظهر كانت آخر أو كان آخر وقت للدعاية للمرشحين، فمفيش دعاية، لكن إن شاء الله نشوف كل الناس نازلة الفترة الجاية تنتخب أيام الانتخابات، نشوف زي ما قلنا مشهد حلو ومظهر حضاري يليق ببلدنا في انتخابات مجلس الشيوخ إن شاء الله. يعني طبعا زي ما انت قلتي يا لميس انه هي الهيئه الوطنيه للانتخابات قامت بدورها يعني 100%، كل حاجه جاهزه ومجهزه وعلى الجميع الالتزام بالقرارات والاجراءات اللي يعني اقرتها الهيئه الوطنيه للانتخابات. كل المرشحين اصبحوا الان في صمت انتخابي، يعني كان عندهم حق الدعايه الانتخابيه من بعد اعلان القائمه النهائيه للمرشحين، وده كان يوم 26 يوليو وانتهى أمس السبت 8 أغسطس، وبالتالي أي يعني اجتماعات عامة بتندرج تحت بند الدعاية الانتخابية، فاحنا مش عايزين نقع في هذه المحظورات، وبالتالي نبتدي بقى ان احنا نشاهد عملية التصويت. الناخب هو اللي له الكلمة دلوقتي في ان هو يقرر مصير المرشحين، وبإذن الله يعني نتابع عملية انتخابية ان شاء الله تليق بمصر، وبإذن الله يعني يبقى امتداد لاستحقاقات دستورية تمت، وبإذن الله المزيد والجديد إن شاء الله نتابعه مع حضراتكم في كل حدث، وبإذن الله المصريين دائما هتلاقوهم واقفين وقد المسؤولية وقادرين إن هم يثبتوا للعالم إنهم أصحاب صوت وأصحاب حق دايما وعارفين حقوقهم تماما. ان شاء الله يا محمد، ونتابع مع حضراتكم كل الجديد ان شاء الله النهارده وبكره في انتخابات مجلس الشيوخ. خلونا نقول لكم عندنا ايه النهارده كالعاده. هنبدا بجولتنا حول العالم، واول محطه لينا هتكون من البرازيل، وهنشوف فيها رواد الفضاء بيقوموا بجوله كده للوقايه من كورونا. بعد كده هنروح لفيينا ونتابع فيها الاحتفال بميلاد اشبال الفهد. بعد كده هنروح فين يا محمد؟ هنروح للندن هنشوف افتتاح متحف مدام توسو، ومش عارف هل هيبقى فيه شكل الفيروس كورونا هيتعمل له برضه تمثال ولا لا، هنشوف في جولتنا حول العالم. وبعد ما تنتهي جولتنا حول العالم هنروح لجوله اخباريه هنتابع فيها المستجدات من الاخبار السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومزيد من العناوين ان شاء الله هنتابعها مع حضراتكم. وفي البدايه زميلتي رشا كده هتستعرض معاكم بعض الموضوعات الهامه، اتفضلي. شكرا محمد، لكن اسمحوا لي قبل ما نتابع جولتنا في صحافة النهاردة عايز أتكلم في موضوع مهم. طبعا كلنا شايفين حجم التأثر والتعاطف من كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية مع لبنان الشقيق بعد الانفجار الكبير اللي حدث في مرفأ بيروت والدمار اللي نتأ جراء الانفجار ده. طبعا مصر كانت من أول الدول اللي بدرت بتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في لبنان. الدعم والمساندة ما زالوا متواصلين مع الأشقاء، وعايز أقول لحضراتكم أن المجلس المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين أرسل خطاب أو بيان لسفير جمهورية لبنان بالقاهرة. البيان ده تقدم فيه باسمه واسم أعضاء المجلس الأوروبي لجمهورية لبنان قيادة وشعبا بخالص التعازي في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجلس المصري الأوروبي أكد التضامن الكامل مع لبنان والوقوف بجانبه في الظرف العصيب، كمان أكد ثقته على تجاوز المحنة، وناشد النائب محمد أبو العينين الدول العربية والمجتمع الدولي بتسخير كل الإمكانيات وزيادة المساعدات والتمويل اللازم لتوفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات إعادة البناء للمتضررين. اسمحوا لي أقرأ على حضراتكم نص البيان، لأنه في الحقيقة بيان مهم وبيعكس حجم الدعم للأشقاء في لبنان. معالي السيد السفير علي الحلبي سفير جمهورية لبنان بالقاهرة، تحية تقدير واحترام، وبعد باسمي
وباسم أعضاء المجلس المصري الأوروبي أتقدم لسيادتكم ولجمهورية لبنان الشقيقة قيادة وشعبا بخالص التعازي في ضحايا الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأؤكد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق ووقوفنا بجانبه في هذا الظرف العصيب، وثقتنا الكبيرة في قدرة لبنان على تجاوز هذه المحنة الأليمة. لقد أظهرت هذه الفاجعة حجم التآزر والتضامن الدولي الكبير مع لبنان، وأكد تدفق المساعدات وفرق الإطفاء والإغاثة من العديد من الدول بأن الشعب اللبناني الشقيق لن يترك وحيدا في مواجهة هذه المعاناة، وأن للبنان أشقاء وأصدقاء في العالم العربي والعالم أجمع يمكنه الاعتماد عليهم في هذه الأوقات الصعبة. لكن بالنظر إلى هول الكارثة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحجم الدمار الذي يفوق التصور، وبالنظر إلى أنها تأتي في غمرة الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا والتحديات السياسية المعقدة محليا وإقليميا، فإننا نناشد الدول العربية والمجتمع الدولي لتسخير كافة الإمكانيات وزيادة المساعدات والتمويل اللازم لتوفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات إعادة البناء للمتضررين. ندعو الله بأن يخرج لبنان من هذه الأزمة أكثر قوة وأكثر تواجدا في مواجهة الأخطار والتحديات، لينعم بالأمن والاستقرار والازدهار الذي يستحقه. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. النائب محمد أبو العنين، رئيس مجلس إدارة المجلس المصري الأوروبي. الخطاب زي ما قريته لحضراتكم في غاية الأهمية، واستمرار لحالة الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان إن شاء الله يخرجوا من محنتهم قريبا. أما بالنسبة لأهم الأخبار والتقارير وأيضا المقالات في الصحف والمواقع المحلية اللي هتكون معانا النهاردة، من أهم العناوين اللي هتكون النهاردة في جولتنا: انطلاق قطار انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ونيوزيلندا أول سفارة تستقبل أصوات المصريين، الوطنية للانتخابات الكمامة إلزامية، ومنسق للطوابير بلجان انتخابات الشيوخ لأول مرة، ولأول مرة تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة بداية من اليوم. واليوم طلاب تظلمات الثانوية العامة يطلعون على كراسات الإجابات، ده غير عدد من الموضوعات المهمة اللي إن شاء الله هنتابعها في جولتنا الإخبارية النهاردة. أما بخصوص فقراتنا فلميس هتقول لنا أول فقرة معانا إيه النهاردة؟ إن شاء الله بعد جولتنا في الصحافة وأهم وآخر الأخبار يا رشا يكون معادنا النهاردة وفقرة الصحافة العالمية، ناخد جولة كده مع حضراتكم نشوف إيه آخر وأهم الأحداث اللي بتحصل في العالم فجأة. فقرتنا الثانية كمان إن شاء الله يا لميس هي فقرة طبية، هنتكلم فيها عن التخسيس وإزاي نواجه مرض السمنة. طبعا وإحنا خارجين كده من العيد كل سنة وحضراتكم طيبين، كلنا محتاجين نعرف نبدأ منين علشان نحسن كده من الشكل ويبقى الموضوع أفضل، الوزن بتاعنا نحاول إن إحنا كمان نحافظ عليه. اللي هتجيب على هذه الأسئلة في الجزئية ديت هي يعني خبيرة التغذية دعاء سهيل، إن شاء الله تكون موجودة معانا بإذن الله النهاردة. هي دي ملامح موضوعاتنا وفقراتنا النهاردة، يا رب إن شاء الله تفوض على رضاكم وأعجابكم. هنروح نفاصل وبعد كده نبتدي أولى فقراتنا، اتفضلوا. طبعا كلنا اليومين دول مستشعرين درجات الحرارة العالية، لا مش بس درجات حرارة عالية والرطوبة كمان عالية، وده شيء منطقي. احنا النهاردة 9 أغسطس، بس عايزة أقول لحضرتكم بشرة كده صغيرة للي لسه منزلش من البيت، النهاردة سنة الدنيا تحسنت شوية، لكن تعالوا نتأكد أكتر من دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير.
صباح الخير على حضرتك استاذه رشا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الفل يا دكتوره ايمان. طبعا حضرتك زينا كلنا قضيتي عيد بنسب رطوبه عاليه جدا، بدرجه حراره كانت عاليه جدا فعلا حقيقي. ده لغايه امبارح يا دكتوره ايمان، لكن ده فعلا، لكن النهارده يعني معرفش هل انا احساسي صح ولا غلط، في كده يعني بارقه امل ان الدنيا هدت شويه. هو حقيقي فعلا احساس حضرتك مظبوط جدا، احنا فعلا كنا في ارتفاع في درجات الحراره الايام الماضيه، وكانت اعلى من المعدلات بحوالي درجتين، وصلت درجه الحراره العظمى على القاهره 38 درجه، يمكن 38 درجه مش قيمه مرتفعه في الحراره، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبه ال 38 درجه طبعا بتكون الاحساس بيها اعلى من 38 بكتير، وبيزود نسب الرطوبه بتزود احساسنا بدرجات الحراره. لكن فعلا بداية من النهارده هيكون في انخفاض طفيف في الحرارة بحوالي درجتين تقريبا، هنرجع ل 36 درجة، إن شاء الله غدا 35 وبعد غدا 34، فإن شاء الله إحنا في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لكن طبعا مع انخفاض درجات الحرارة نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، فده مش هيحسسنا قوي بإن في انخفاض واضح في درجات الحرارة، لأن ما زالت نسب الرطوبة بتتراوح من 80 ل 85% على القاهرة، وحوالي من 88 ل 90% تقريبا بالنسبة للسواحل الشماليه. نسب الرطوبه المرتفعه هي مزوده احساسنا طبعا بالحراره، برغم ان هي هتبدا تنخفض الايام القادمه. طبعا في شبوره مائيه بتكون موجوده على الطرق في الصباح الباكر بسبب نسب الرطوبه المرتفعه، لكنها غير مؤثره على حركه المرور والطرق. الايام الماضيه احنا كنا شاهدنا بعض الامطار على مناطق من جنوب البلاد، لكن بدايه من غدا هيكون في امطار على مناطق من السواحل الشماليه للبلاد، امطار خفيفه، وطبعا يعني ده طبيعي خلال هذه الفترة ان هو يبدا يكون في تغيرات في الاحوال الجوية. طيب معلش يا دكتورة ايمان سؤال كده، انخفاض الحرارة من 36 ل 35 ل 34 في اغسطس ده شيء طبيعي؟ هو شيء طبيعي، هي المعدلات في اغسطس بتبدا من 35 ومع نهايه الشهر بتوصل ل 33 درجه، لان احنا مع نهايه اغسطس بنبقى خلاص قربنا على فصل الخريف اللي بيبدا في 21 سبتمبر، فاحنا دايما في الشهر الاخير في الصيف بنبدا بحراره مرتفعه وتبدا تنخفض تدريجيا مع نهايه الشهر، فده طبيعي جدا خلال هذه الفتره، وده اللي احنا فعلا بنشهده. وطبعا يعني انخفاض الحراره وارد ان هي تعود للارتفاع مره اخرى مع نهايه هذا الاسبوع، يعني هترجع ترتفع مره اخرى الدرجه او الدرجتين اللي هي انخفضتهم نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد الهيئه العامه للارصاد الجويه. طمنا على حاله الجو يا رشا، نضحك بقى يلا شوية ابتسامة كده على الصبح. خلونا نشوف جزء من مرجان أحمد مرجان ونرجع تاني. بعد ما يعني ضحكنا شوية، لازم كمان إن احنا نرفع الدورة الدموية بالرياضة، الرياضة يبقى أساس في كل يوم في أي مكان أنت موجود فيه، نلعب شوية رياضة، نروح للكوتش حسام وزميلتي فرح ونرجع نكمل كلام. بتعملي إيه يا فرح؟ إزيك يا كوتش؟ بتعملي ايه؟ اهلا اهلا، انا قلت امرن تمارين فرح. انت بتستخبي بتتمرني شوية. بتتمرني من ورايا فرح كل شويه، مش مصدق. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. طبعا يلا نتنشط ونلعب شويه رياضه مع بعض. انت كنت بتعملي دلوقتي تمرين ايه؟ انا كنت بعمل تمرين بمرن عضلات ظهري. ده صح ولا انا غلط ولا ايه؟ انت عارفه ليه بنمرن عضلات ظهرنا او ايه الحاجات اللي الناس بتشتكي منها؟ بس يعني انت تقري المسجات اللي بتيجي. طبعا اكتر حاجات فعلا الناس بتسال عليها الدهون اللي بتتجمعها في الظهر من فوق، ودي مشكله فعلا موجوده عند ستات كتيره جدا، الرجاله قليلين بيشتكوا من الموضوع ده. السؤال المهم هو ده ليه حق؟ يعني الدهون دي ليها حل؟ بص هي يعني فكره الدهون نفسها ليها حل، بس في ناس بيقول لك عايزين تمارين معينه مثلا تمرن الجزء ده، وده شيء مش مظبوط. هو المظبوط ان احنا لما بنيجي بنتمرن بنلوس فات من الجسم كله، بنزود المسلز بتاعتنا، فبتزود الميتابوليزم بتاعنا، سرعه الحرق بتاعت السعرات الحراريه. اوكي. فبالتالي جسمنا بينزل منه الفات من كل الجسم. طيب بس حل. المشكله بتاعت الظهر دي يا فرح موجوده فعلا، لما بنيجي نعمل التمارين بتاعت الظهر بتاعتنا بتاعت الشست، التمارين ديت بتفرق في شكل ظهرنا لما الفاتس بتنزل، وفي نفس الوقت طبعا بتسرع من شكل الظهر يتحسن اسرع. اكيد. طب احنا في دلوقتي تمارين نقدر نعملها. هنعمل النهارده اربع تمرينات كده ممكن يساعدونا في ويتعملوا في البيت شكل الظهر. انت عارفه بالمناسبه يعني موضوع الفاتس اللي موجوده في الظهر ديت
ليها اسباب كتيره، من ضمنها ان احنا ممكن الستات بيلبسوا لبس مش مقاسهم بيبقى ضيق عليهم، او حتى في البنطلونات حتى اللو ويست والحاجات ديت بيطلع الحاجات الضيقه دي بتطلع واحده من الاسباب. في ابحاث كتيره بتقول الموضوع دوت ان هي فعلا طول ما الحاجات بتبقى ضيقه توزيع الدهون بيختلف، ده غير طبعا جيناتيك اللي بتتغير توزيع الدهون يعني. فتعالي بقى نساعدهم النهارده ونعمل تمارين غير اللي انت كنت بتعمليها اللي هم يقدروا يعملوها في البيت. يلا بينا. ماشي، اول تمرين هناخد الاوزان بقى بتاعتنا وهنعمله. انتوا ممكن تعملوه على الارض عادي، احنا هنعمله على البوس بول او على البالانس بول. خدي البينك بتاعتك لو عايزه. انا هاخد الاوزان الثقيله دي. ايوه يلا جاهزه، تعالى نقرب. احنا ممكن نقف على الارض زي ما قلت لكم، وممكن نطلع على البوس بول هنا. البوس بول ده يعني لو حاجه عايزين نصعب الدمبل شويه. الدمبل قدامي وهنزل لتحت كاني بركع كده، ببص على الارض وابدا اشد. 1 2 تاني ركبتي شويه، 3 كمل يا كوتش، 4 وشادين بطننا. ايوه 5 لو رجلي بتتهز مفيش مشكله، انا بحاول ان انا ابالانس، بس لكن لو حسيت ان انت هتقعي مثلا ناحيه اليمين زقي برجلك الشمال اكتر شويه. احاول اوزن طول ما انا شادد بطني والكور بتاعي شغال هبقى بالانس اكتر. احاول اعمل طبعا 15 عدة في البيت، بدل لو ما فيش اوزان في البيت ممكن ازازتين ميه وهتدي الوزن اللي احنا ممكن محتاجينه. ممكن نشتغل باي وزن زي ازايز الميه مثلا، يبقى الوزن بتاعها زي ما قلنا الازايز الكبيره تبقى تقريبا كيلو ونص. طب خلاص احنا كده الوزن؟ هنحاول نعمل دوت 15 مره ثلاث مجموعات. اوكي. التمرين اللي جاي هيبقى البوش ابس، اكتر حاجه فرح بتحبها. جدا. كل ما اجي الصبح بص الاقي عملت مره بوش ابس لوحدها. جدا. كلنا بنحب البوش ابس طبعا. هحط ايدي هنا، ايدي هتبقى تحت كتفي. هفرد ظهري قوي، هنزل 1 واطلع 2 3 طبعا في البوش ابس الاسهل. لو ما قدرناش نعمل البوش ابس ديت ممكن نحط ركبتنا على الارض ونعمل النيلينج بوش اب. صح كده؟ احسن عندي بكتير من ان انا ظهري يبقى متني او يبقى عندي مشكله في القوام بتاعي وانا بتمرن، ان انا احط ركبتي على الارض. تمام. ده التمرين الثاني. دي كم عده؟ البوش ابس من التمارين الصعبه شويه اللي بتمرن الشست والكتف والترايسبس، ممكن نعملها 10 مرات ثلاث مجموعات. أوكي. هتفرق معانا قوي في شكل جسمنا. تمام. في تمرين برضو من واحنا على الارض هنا ممكن ناخد الوزن، خدي الوزن بتاعك يا فرح. تمام. نقدر نمرن عضلات الكتف الخلفيه. ماشي. ودي بتغير شكل الظهر او الجزء اللي فيه دهون في الباك. تمام. ايدي هنا وهطلع لفوق. 1 2 3 مهم قوي ظهري مفروض. 4 5 خمسه كمان. عندي سؤال، الايد تبقى مفروده ولا مش مفروده؟ لا، الايد عايزه تبقى متنيه. تانيه صغيره. اوكي. دايما بحاول ان انا المفاصل بتاعتي ان انا اشتغل على المسلز مش على المسل نفسه، ان انا ما اعملش لود على القلب بتاعي او على ركبتي لو بعمل السكوات مثلا. كده؟ بس هطلع لقدام شويه. هايل. طب احنا قلنا كم عده دي في البيت؟ هنحاول نعمل 15 عده ثلاث مجموعات. تمام. اخر تمرين ممكن ناخد الكاتل بيل وانا قاعد على الارض باي وزن موجود عندي. باي وزن موجود عندي وانا قاعد. شولدر بريس هيفرق معايا قوي. بتختاري دايما الحاجه نفس الالوان بتاعتك. طبعا. اشتغل هنا 15 عده. 2 3 هايله يا فرح. 4 انا بغش منك بصراحه يا كوتش. 5 6 7 وفي نفس الوقت انا بشغل الكور بتاعي وانا قاعد كده. شكرا. عملت بذمه يعني. انت ركزت، انا بقول لك استنى انت مكمله عادي. دي من التمارين المهم اللي ممكن لو عملناها نركز بيها على المشاكل اللي موجوده في الدهون اللي في الجزء العلوي بتاع الضهر. مهم قوي ان احنا برضه نحافظ طبعا على اكلنا، مهم جدا ان احنا نمشي ونعمل كارديو، ان احنا نحاول ان احنا نخس من توتال الجسم مش من الاماكن المعينه، لان دوت مش هيحصل. الاهم بقى من كل ده ان واحد يواظب على الرياضه حتى لو حركتين زي ما احنا بنعملهم كل يوم الصبح. ده حقيقي. يا ريت. حتى لو نص ساعه. صباحكم زي الفل. صباح الفل.
فرح وكابتن حسام شويه رياضه كده على الصبح اكيد يفرقوا معانا وياثروا على باقي اليوم صحتنا كده والنشاط. خلونا دلوقتي ناخد جولتنا حول العالم ونشوف ازاي الناس بتحاول تعيش وتتعايش مع الظروف اللي احنا فيها ونرجع تاني. اشتهر زوجان من ريو دي جانيرو البرازيليه في مجتمعهما المطل على الشاطئ المحلي بعد ان بدا في ارتداء زي يشبه بدلات رواد الفضاء لحمايه انفسهم من كورونا. أوضح زوج البالغ من العمر 66 عاما وزوجته البالغة من العمر 60 عاما أنه لجأ لهذه الفكرة لعدة أسباب، ومن أبرزها أنه كان ضمن مجموعة الخطر وقد شعر بالقلق وفي الوقت نفسه بالحاجة للخروج، فقرر ابتكار هذا الزي بعد رؤيته لطبيب ابتكر زي ديناصور ليتمكن من رؤية أبنائه دون تشكيل خطر عليهم. احتفلت مؤخرا حديقة حيوان تشون برون بالعاصمة النمساوية فيينا بميلاد 4 أشبال حيوان الفهد المدرك في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض. تقوم الحديقة بالاعتناء بهذه الحيوانات كجزء من برنامج تربية أوروبي للأنواع المهددة بالانقراض، ومن المقرر إطلاق حملة على الموقع الرسمي للحديقة لاختيار الأسماء المناسبة للصغار. حاول مؤخرا فنان ياباني معالجة مشكلة أقنعة الوجه التي ينتج عنها تكثف الضباب على زجاج النظارات، إذ استخدم الضباب لجعل القناع يبدو وكأنه وعاء لذيذ من المعكرونة. حصل هذا القناع على شهرة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي وتميز بتفاصيله التي جاءت على شكل براعم الخيزران والمعكرونة وشرائح لحم الخنزير وكعكة السمك المصنوعة من الصلصال، والتي جعلت القناع يبدو وكأنه طبق ساخن يتصاعد منه البخار. بدأ مؤخرا متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية لندن الاستعداد لإعادة فتح أبوابه مرة أخرى أمام السياح بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا. تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لضمان سلامة زوار المتحف والعاملين فيه كترك مسافات تباعد وقياس درجة الحرارة ووضع الكمامات وتعقيم الأيدي، وتم منع لمس التماثيل بالإضافة لوضع علامات على الأرض لتحدد للزوار الأماكن التي يمكن أن يقفوا فيها لالتقاط صور مع تماثيل المشاهير التي ارتدى بعضها أقنعة وجه لتشجيع الناس على ارتدائها داخل وخارج المتحف. كان في مقدمة التماثيل المعروضة تمثال الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ورئيس الوزراء بوريس جونسون والمغنية تايلور سويفت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرهم الكثير. دلوقتي معدنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من بوابة الأهرام، ومنها نقرأ خبر بعنوان انطلاق قطار انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ونيوزيلندا أول سفارة تستقبل أصوات المصريين. تفتح سفارات مصر في الخارج اليوم أبوابها لاستقبال أبناء مصر المقيمين في الخارج للمشاركة في عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020. كانت سفارة مصر بنيوزيلندا أول سفارة تستقبل بطاقات التصويت من الناخبين اليوم حسب التوقيت المحلي هناك، حيث سيرسل الناخبون بطاقات التصويت على مقر السفارة أو القنصلية حسب عنوان بعثة الناخب الدبلوماسية في اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج في تمام 9 صباحا، وسوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدا لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومي الانتخاب بالخارج الأحد 9 و12 من أغسطس، لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 من أغسطس 2020. واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع، آخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة في غالبية الدول والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها في تمام 9 صباحا وحتى 9 مساء لاستقبال خطابات تصويت الناخبين، وفي حالة الإعادة تجرى عملية التصويت في الفترة من يوم 6 حتى يوم 9 سبتمبر المقبل وفقا للتوقيت المحلي للبعثة التي تجرى فيها الانتخابات. من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، والذي جاء تحت عنوان انزل شارك انتخب. وقالت: بدأ الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ أمس والتي ستنطلق اليوم وغدا لانتخابات المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من أغسطس الحالي. وفي مثل هذا اليوم الأسبوع القادم بإذن الله نكون في انتظار النتائج الأولية. والحقيقة أنني أشعر بخطورة انتخابات هذا المجلس، ليس فقط للدور التشريعي الحيوي الذي يقوم به الشيوخ في دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والمقاومات الأساسية للمجتمع، وفي اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات. ولو لم يتم الأخذ برأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل أي مواد الدستور، يعتبر الأمر الصادر غير دستوري. ولكن سر إحساسي بخطورته نابع أيضا من أن انتخاباته ستجمع بين حسنات النظام الفردي ونظام القوائم معا، حيث سينتخب ثلث عدد أعضائه من الناجحين بالقوائم الحزبية، والثلث الآخر من الناجحين بالانتخاب الفردي، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية. كما أن خطورته وأهميته من كون مصر ستدخل العقد الثالث من القرن 21 وقد اكتملت سلطتها التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ، ونحتاج أن يرانا العالم واحة مستقرة وسط عالم وإقليم يموج بأسباب القلق وعدم الاستقرار. وهذا النضج والاكتمال التشريعي رسالة وضمانة في دائرتين: الأولى يعطي للمصريين الثقة في دولتهم بأن خطواتها الثابتة وأنهم يمارسون حياتهم الديمقراطية برضا ووعي في دولة يقودها ربان ماهر بهدوء وثقة. والدائرة الثانية هي الخارج الذي يجب أن يشعر بأن القوانين والتشريعات في مصر مدروسة بما يكفي للشعور بالثقة في عدالتها واتزانها، ورسوخ المؤسسات واستقرارها هو الضمان الأكيد للحقوق والمصالح. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: هذه الصورة التي أتمناها ويتمناها كل مصري لبلاده لن تكتمل إلا بشروط. أولا المشاركة، وما أعنيه من المشاركة للمرأة والرجل على حد سواء. فدور المرأة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ أو غيرها من المشاركات الوطنية لا يقل عن دور الرجل، بل كان لها الريادة في مناسبات مختلفة. ولولا مشاركة المرأة بالصورة البديعة التي حدثت في 30 يونيو ربما ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من عزة وكرامة. ثانيا الشعور بالأمان، فكما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين للترشيح مع توفير الضمانات والاشتراطات الصحية اللازمة في ظل أجواء العدوى من مرض كورونا المنتشر والذي عاد أكثر شراسة في بعض أنحاء العالم، فنحن في مرحلة الانتخابات لسنا استثناء من أهمية اتباع تعليمات الهيئة الوطنية أثناء عملية التصويت وتوفير الضمانات الكاملة لصحة الناخبين والمرشحين للانتخابات واللجان الانتخابية في كل أنحاء الجمهورية. والشعور بالأمان لا يقتصر على توفير واتباع الاشتراطات الصحية لحماية الناخبين من العدوى، ولكن أيضا من اليقظة الكاملة لعدم الانجرار وراء أي عمل إرهابي
تقوم به أي جماعة أو عصابة من ميليشيات التطرف والعنف وتشويه الصورة التي يستفزها ممارسة المصريين بحياتهم بأمان وبهجة على أي صعيد للعمل الوطني في ظل رئيس قوي ووطني مخلص عاشق لتراب بلده الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاض حروبا شرسة في الداخل والخارج وما زال لحماية مصر ولكي نعيش في أمن وأمان. ثالثا، قيام وسائل الإعلام بدورها في التوعية والحث على المشاركة والتصويت باعتبار هذا حق وواجب لكل من تتوافر فيه شروط التصويت والتي صارت تتم ببطاقة الرقم القومي بحيث يكون لدى المواطن الوعي العام بأهمية صوته وأهمية المشاركة الفاعلة للتصويت للأقدر بمهمة التشريع، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل على أوجه الحياة المختلفة في مصر. رابعاً، التفاعل مع الجماهير الذي يشمل الاتصال المباشر بالناس من خلال مراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعات وما تعقده من ندوات وما تقوم به من أبحاث وما تصدره من دراسات ونشرات لتوعية المواطنين بألا يكون الحكم للأعلى صوتا والأكثر ضجيجا بل يكون للأكثر حكمة وقدرة على صيانة الوطن وحرصا على سلامة أراضيه وصيانة حقوقها الطبيعية التي تستحقها بين الأمم المتحضرة. وأخيرا، فإن ما يحدث حولنا في لبنان والمنطقة كلها من انكسار بسبب انعدام الأمن واستشراء الفساد يجعلنا نقول رغم قلوبنا الحزينة على أحوال أشقائنا، انزل وشارك وانتخب لتبقى بلدك في أمان. من موقع الشروق نتابع أيضا الوطنية للانتخابات الكمامة إلزامية ومنسق للطوابير بلجان انتخابات الشيوخ. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقد عن ضرورة التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة. وأضاف إبراهيم أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات. وأشار إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا هو قرار تعقيم كل مراكز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني. كما كلفت الهيئة منسقا للطوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى. ننتقل إلى بوابة أخبار اليوم ومنها نقرأ خبر بعنوان مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان. أقلعت أمس طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة والتي تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة. يأتي ذلك في إطار الدعم
والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا. وقد أعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات. وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن شكره وتقديره وكذلك تيار المستقبل للدعم الكبير الذي تقدمه مصر وقيادتها السياسية لصالح لبنان لمواجهة تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضي. وقال الحريري في بيان مساء أمس إن القيادة السياسية المصرية لم تتأخر عن مؤازرة لبنان في أصعب الظروف التي شهدها، وكذلك الدول العربية ودول الخليج العربي التي هبت لمساعدة لبنان ونصرة بيروت في نكبتها. من موقع اليوم السابع نقرأ خبر بعنوان لأول مرة تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة بداية من اليوم. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس الأربعة وهما نفقان تحيا مصر بالإسماعيلية ونفقان 3 يوليو ببورسعيد بداية من اليوم الأحد 24 ساعة لأول مرة منذ افتتاح الأنفاق، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يعمل 24 ساعة على أن يتوقف التشغيل بشكل جزئي أيام السبت والأحد والاثنين لمدة 6 ساعات فقط من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير. أضاف الفريق أسامة ربيع في بيان له أن أنفاق قناة السويس كانت تعمل من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، مشيرا إلى أنه كانت في الفترة الأخيرة تتغير مواعيد عمل الأنفاق حسب مواعيد الحظر في أزمة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة وخدمة المشروعات التنموية بالمنطقة. أيضا من موقع اليوم السابع نقرأ خبر بعنوان اليوم جامعة القاهرة تفتح باب التحويل الإلكتروني لكليات الجامعة. تفتتح اليوم جامعة القاهرة باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2020-2021 لمدة شهر اعتبارا من 9 من أغسطس وحتى 9 من سبتمبر من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة. كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد قال إن بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب. من موقع الوطن نقرأ خبر بعنوان اليوم طلاب تظلمات الثانوية العامة يطلعون على كراسات الإجابات. يبدأ اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة المتقدمين بطلبات تظلم على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 في الاطلاع على صور ضوئية من كراسات إجابات المواد الراغبين في الكشف عليها. أكدت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية. وأكدت الوزارة أنه إذا ثبت
حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم اختار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل. وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات اختار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها في خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة، بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس. من موقع المصري اليوم نقرأ خبر بعنوان الصحة 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت عن خروج 1119 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 51672 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 95314 حالة، من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها و 4992 حالة وفاة. من موقع مصراوي نتابع خبر بعنوان وزير النقل يتابع أعمال التدعيم الإنشائي لعمارة الشربطلي بالزمالك. تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أمس محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرساني المتداخلة مع عمود الركن المتضرر بعمارة الشربطلي بالزمالك. أشاد الوزير بحرص العاملين في الموقع على استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها. كما تابع الوزير الإجراءات المتخذة استعدادا لخروج ماكينة الحفر العميق من المحطة باتجاه محطة الكيتكات مرورا بشارع إسماعيل محمد والنيل، مشددا على استمرار الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المنشآت الواقعة على المسار، والتي تشمل استمرار وضع نظام مراقبة المساحات للمنشآت على مدار الساعة. من بوابة الوفد نقرأ خبر بعنوان نبيلة مكرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية انتهت في مصر منذ عام 2016. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية انتهت في مصر منذ عام 2016 بعد إعلان الرئيس السيسي أنه لا يوجد مركب واحد خرج من السواحل المصرية وينقل مهاجرين غير شرعيين. أضافت مكرم أنه بعد إعلان الرئيس بدأت الوزارة في محاربة فكرة الهجرة غير الشرعية عن طريق مبادرة مراكب النجاة. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المبادرة أعلن عنها الرئيس في عام 2019، والغرض منها هي مواصلة نجاح الدولة المصرية في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى النزول إلى المحافظات المصدرة لها والحديث مع مختلف الشباب. وتابعت نسقنا أيضا مع وزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة الذي عرض المشاريع الشبابية الناجحة، مشيرة إلى التواصل مع الأمهات في هذه المحافظات لعدم تشجيع أبنائهم على الهجرة.
رياضيا نتابع من موقع المصري اليوم خبر بعنوان الأهلي يبحث عن انطلاقة قوية أمام إنبي في الدوري بحثا عن الحفاظ على سجله خاويا من أي هزائم. يعود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لاستئناف مبارياته من جديد عندما يواجه إنبي في 8 مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة المؤجلة 15 لبطولة الدوري الممتاز بعد توقف المسابقة فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا. الأهلي يمر بأفضل حالاته في الموسم الجاري بعدما خاض 17 مباراة استطاع تحقيق 16 فوزا وتعادل وحيد أمام سموحة ليتصدر الجدول برصيد 49 نقطة ويتطلع لبداية قوية بعد عودة النشاط لرفع معنويات اللاعبين والتحضير الجيد قبل مواجهة الوداد المغربي في سبتمبر المقبل بنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي. واكتفى السويسري ريني فايلر المدير الفني بمباراتين وديتين في برنامج التحضير لمباراة اليوم الأول، فاز في الأولى على سموحة بخماسية نظيفة كما حقق الفوز في الثانية على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف، هروح لفاصل قصير، بعد الفاصل معادنا مع جولتنا العربية والدولية ومجموعة هامة من الأخبار والتقارير، انتظرونا. موعدنا دلوقتي مع جولة إخبارية عربية ودولية، عرض لأهم الأحداث من أقصى شرق المعمورة إلى غربها. نتناول معكم أبرز الأنباء من شمال الكرة الأرضية لأبعد نقطة في الجنوب، لنضع في النهاية العالم بين أيديكم من خلال برنامجكم صباح البلد على شاشة صدى البلد. في البداية لبنان، حيث تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الإمكانيات المتاحة في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الهائل. وأشار أبو الغيط في تصريحاته بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى عزمه طرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الوضع صعب ومعقد، وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة في التحقيقات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 154 شخصا وأصاب الآلاف وتسبب بخسائر مادية فادحة. وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات، وتسبب انفجار بيروت بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. وفي إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب الانفجار، أعلنت السلطات اللبنانية توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي بدر الظاهر والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت. كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريتم ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد مؤتمرا عبر الفيديو للمانحين من أجل دعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي. يهدف المؤتمر الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة إلى الحصول على تعهدات مالية بالدعم من الدول المشاركة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية توزيع المساعدات المخصصة للشعب بشكل مباشر. وفي ختام زيارة عاجلة إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المعونات التي ستخصص لإعادة بناء العاصمة لن تسقط في أيد فاسدة. كما تلقى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار.
أكد ترامب أن 3 طائرات أمريكية محملة بالمساعدات في طريقها إلى لبنان، على متنها أيضا عاملون في مجال الصحة والإغاثة. من جهة أخرى، يقدر مسؤولون لبنانيون إجمالية خسائر انفجار المرفأ بين 10 إلى 15 مليار دولار، تشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة. من جانبه، أعلن البنك الدولي عن استعداده لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان عقب انفجار المرفأ، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي. تواصل تركيا نقل المرتزقة نحو الأراضي الليبية على قدم وساق للقتال إلى جانب قوات الوفاق، رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف التدخل في الشؤون الليبية ووقف تصدير الأسلحة عملا بالقرارات الدولية المفروضة منذ سنوات. حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل متصاعد داخل مخيمات في إدلب وحلب. ذكر المرصد أن العملية تتم بإقناع سماسرة لرجال وشبان من المخيمات، بالإضافة لمقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال تحت العباءة التركية مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة، على أن يأخذ السمسار بالمقابل مبلغا لمرة واحدة يتراوح بين 100 و$300 أمريكي. تأتي عمليات الترغيب بالجانب المادي في استغلال الوضع الاقتصادي الكارثي ضمن مناطق النفوذ التركي، كما تأتي على الرغم من الأعداد الهائلة المتواجدة في ليبيا. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مداهمة أوكارن وكهوف لتنظيم داعش الإرهابي شمال غربي العراق. وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن قوات من الجيش والشرطة قامت بمداهمة الأوكار والكهوف بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، وأكدت أنها اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة بقايا تنظيم داعش المتطرف، وهو ما ساعد على تنفيذ عملية وصفت بالنوعية. وأضافت أن العملية جرت بناء على معلومات استخبارية من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي حول وجود أوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار. وبعدما وردت هذه المعلومات، قامت طائرات تابعة لكل من الجيش والتحالف الدولي بطلعات جوية استطلاعية. وقالت العمليات المشتركة إنها ستعلن في وقت لاحق عما أسفرت عنه عمليات المداهمة ضد أوكار داعش. كان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن ما سماها الخلافة من مدينة الموصل في يونيو 2014 بعدما سيطر على مناطق واسعة شمالي العراق. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الخلية التي حاولت يوم الأحد الماضي زرع عبوة بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل تتلقى أوامرها من إيران. أشار كوخافي خلال لقائه عناصر وحدة ماجلان الخاصة الذين قتلوا أعضاء الخلية الأربعة: لقد قضيتم على خلية تأتمر بأوامر إيران، وهي من ضمن خطة تموضع محور إيران في سوريا، حسبما أورد مراسل سكاي نيوز في القدس. وأضاف: الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة، وسنواصل عملية إيذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم. قررت الحكومة الجزائرية أمس السبت تخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا في 29 ولاية من بينها العاصمة، ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا يوميا، وذلك حتى 29 من أغسطس الجاري. وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إنه تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،
التي أصدرها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أغسطس الجاري، وبعد التشاور مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا COVID-19 والسلطة الصحية. ووقع رئيس الحكومة عبد العزيز علي مرسوما تنفيذيا يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الممتدة من 9 إلى 29 أغسطس الجاري، وهو إجراء اتخذ في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات في إدارة الأزمة الصحية. وأوضح البيان أنه تقرر تعديل موعد حظر التجوال ليصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية. وأشار البيان إلى أنه يمكن للولاية بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، وخاصة إقرار أو تعديل مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى. دعت بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة بين البلدين بالقوارب، بما في ذلك إعادتهم إلى الموانئ الفرنسية. ويلتقي وزير الهجرة البريطاني كريس فيليب مع نظيره الفرنسي في مسعى لإغلاق طريق كالي إلى بريطانيا، مؤكدا أنه سيقود المهاجرين الذين يقبض عليهم وهم يحاولون عبور القناة لأخذ بصمات أصابعهم لمواجهة عواقب حقيقية. وتشمل الإجراءات التي هددت بريطانيا باستخدامها الترحيل أو الاحتجاز لخرق القانون. وتأتي تعليقات فيليب بعد وصول عشرات المهاجرين الآخرين إلى شواطئ المملكة المتحدة، حيث كشف أحد المجالس في بريطانيا أنه قد أخذ 400 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى رعايتهم هذا العام بالفعل. وذكرت وزارة الداخلية أيضا أنه من الممكن إحضار البحرية الملكية للقيام بدوريات للحيلولة دون مرور المهاجرين في القناة. وقال فيليب في صحيفة دالي تيليغراف إنه سيعمل مع السلطات الفرنسية لمنع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الماء في المقام الأول، وهي خطوة قال إنها ستكون في مصلحة فرنسا وبريطانيا على حد سواء. انتقد مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ العقوبات الأمريكية على قادة الإقليم، واصفا إياها بالوحشية وغير المنطقية. وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين ويزرع الفوضى في هونغ كونغ. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة في إطار زيادة ضغوطها على بكين. وقامت واشنطن بفرض العقوبات ردا على ما اعتبرته تقويدا للحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة من خلال قانون الصين الجديد للأمن القومي. تقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المسؤولين بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وبحسب الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ إدوار يان، فإن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ وحشية وغير منطقية، محذرا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي. أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند كوغنات حالة الطوارئ البيئية في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لاحتواء تسرب نفطي. وتسرب النفط من سفينة شحن يابانية جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة. جاء ذلك في بيان موجز أصدره رئيس وزراء موريشيوس في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وغرد جوغنوت قبل عدة ساعات قائلا: بلدنا ليس لديه المهارات والخبرة لإعادة تعويم السفن الجانحة، لذلك طلبت المساعدة من فرنسا، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تعطيل جهود احتواء تسرب النفطي من ناقلة النفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لموريشيوس، مما يهدد المياه الساحلية ومحمية بحرية. وأظهرت صور من الجو بقعة زيت تنتشر فوق المياه الفيروزية قبالة الجزيرة، وأظهرت صور أخرى نشرتها صحيفة الإكسبرس شواطئ مغطاة بالزيت الأسود وحيوانات بحرية نافقة. وقالت منظمة السلام الأخضر إن التسرب من الناقلة سيكون له عواقب وخيمة. وذكرت هابي كامبل مدير حملة المناخ والطاقة في منظمة السلام الأخضر في أفريقيا، جنحت السفينة ام في واكشيو في 25 من يوليو تموز، وهي الآن تسرب أطنانا من وقود الديزل والنفط إلى المحيط. احتجز عمدة بلدية أنتويرب البلجيكية باردي ويفر رجلا تحت تهديد السلاح بعدما اقتحم حديقة منزله وظل متحفظا عليه حتى وصلت الشرطة. وقال باردي ويفر في تصريحات لصحيفة هيتلاتسيت نيوز البلجيكية: سمعت إليزابيث ابنتي الصغرى ضجيجا غريبا في حديقة المنزل في حوالي الساعة 3 من فجر أمس السبت وأيقظتني، وعلى الفور خرجت بملابس البيت حاملا بندقيتي الهوائية. وسردت الصحيفة الواقعة حيث تم اكتشاف رجل يبلغ من العمر 40 عاما في حديقة المنزل في حالة ارتباك، احتجزه دي ويفر تحت تهديد السلاح حتى وصلت الشرطة. بكده بتكون انتهت جولتنا مع أهم الأحداث على الساحتين العربية والدولية. هروح لفاصل قصير وبعد الفاصل موعدنا مع فقرتنا الطبية اليومية، انتظرونا. هنبدأ نخس من بكرة. كم مرة أخدتوا القرار ده إنكم تخسوا تعملوا رجيم؟ بنبتدي مش قادر اكمل. لكن لو هنركز ايه هو الصعب في ان انت تخس، هتلاقي انك ازاي تختار الطريقه المناسبه، ازاي تختار الطريقه الصح. اعرف مشكلتي، هي ايه المشكله الحقيقيه اللي بتواجهني. طبعا احنا كده مع نفسنا عمرنا ما هنحدد ايه هي الطريقه الصح، لازم خبير متخصص هو اللي يساعدني اني اخس، حد فاهم، حد دارس، حد عارف أسباب وأضرار وطرق وعلاج مرض السمنة. مفيش أفضل من اللي يكلمنا عن الموضوع ده غير دكتورة دعاء سهيل، خليني أسميها صانعة المستحيل في مجال التخسيس، وأكتر عدد حالات خست كانت مع دكتورة دعاء سهيل. إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا أستاذة رشا، مرسيه مرسيه، ربنا يخليك. عايزة أقول للسادة المشاهدين كمان دكتورة دعاء اتكرمت في العديد من المهرجانات كأفضل خبيرة تغذية ظهورا ونجاحا في مصر، يمكن كان اخرهم تكريم دير جاست لعام 2019. خلونا نناقش مع دكتوره دعاء سهيل كل اللي عايزين تتكلموا فيه، عن مشكله زياده الوزن، عن مرض السمنه. وخلوني ارحب بقى عشان اديها حقها بخبيره التغذيه المتخصصه دكتوره دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، صاحبه مبادره مش هنستسلم للسمنه، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. صباح الفل. صباح الورد يا حبيبتي، وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وحضرتك قلتي كلمة أكثر ظهورا في الفضائيات والميديا بشكل عام، الظهور ده لثقة ولا ثقة الناس، يعني ده اللي أقصده، هل الظهور ده لأنه العلم اللي عندك بتعرفي توصليه، لان مش كل حد عنده علم بيعرف يوصله، في ناس ما بتعرفش توصل ده. كلميني عن التكريم وهذا الظهور في الفضائيات واصرار الفضائيات والميديا بشكل عام انك تبقي موجوده فيها. هو مبدئيا الحمد لله يا رب، انا يعني في 2019 كنت اكثر خبراء التغذيه ظهورا على القنوات بحالات فقد الوزن، وطبعا قناه صدى البلد هي يعني من ضمن القنوات اللي دعمتني وقدرت انها تنجح معايا مبادرتي مصر بلا سمنه، والحمد لله تم تكريمي عنها في مهرجان الفضائيات العربيه ودير جاست.
اما اكون انا باعاني من زياده وزن واشوف الاستاذه رشا جايبه دكتور دعاء الصبح ومعاها حاله خاسه 30 و40 و50 و70 كيلو، الحاله دي بتكون سبورت قوي. طب مين اتاح لي الفرصه للظهور بدول؟ طبعا عظيم الفضل للفضائيات العربيه. بحب قوي القنوات الفضائيه اللي بتبحث في حل مشاكل المجتمع. اما اكون في حد بيعاني من زياده وزن، مش حد، ومش عايزه اقول ان الموضوع هي مش مشكله لا فرد ولا مجتمع، دي مشكله عالم باجمعه يعاني من زياده الوزن لما ترك علينا من سلوكيات دخيله علينا. فاما يكون في قنوات مدعمه لتلك المشكله وانها تقدر ان دعاء سويل تظهر بحالات معاه بيفور اند افتر، لا ده كان دعم كبير جدا لقناه صدى البلد ومش هنساه ابدا يعني. الله يخليك. طيب خليني اتكلم على دير جست. مؤسسه دير جست اللي بيحصل فيها على جائزه ده مش بالسهل. قالوا ان في استفتاء ان الحمد لله ده حاجه مش سهله على فكره، يعني حاجه صعبه ان انا اقدر احصل على جائزه دير جست. حصلتي عليها ازاي؟ ما صدقتش نفسي اصلا بجد. والله لا، حجم المهرجان كبير جدا، يعني ان انا اتكرم فيه على فكره يخوف جدا، لان دايما نقول الوصول للنجاح سهل ولكن الحفاظ عليه صعب. اما اوصل لمرحله ان اتكرم في مهرجان دير جست لازم احسب كل خطواتي القادمه. الحمد لله انتهيت من وضع بلان المبادره الجديده بعد نجاح مبادرتي وتكريمي عنها في المهرجانات. مبادرتي الجديده مش هنسلم للسمنه. مش هنسلم للسمنه؟ لا مش هنسلم. طب حلو. طيب بما ان بنقول مش هنسلم للسمنه، احنا في فصل الشتاء والشتاء برد وبناكل بنجوع، نعمل ايه؟ بتعملي لنا ايه بقى في فصل الشتاء اللي مش عارفين نقف اكل ولا نقف تخن؟ طبعا اما ادور واجري في علم التغذيه، وان في ناس ما بتعانيش من زياده وزن، ناس رشيقه زي حضرتك كده، بس يجي الشتاء زايد 4 كيلو 5 كيلو في ايه؟ انا اقول لحضرتك في ايه؟ درجه حراره الجسم اعلى من درجه حراره الجو، علشان ادفى فبحرق سعراتي، فبهضم بسرعه اكلي، فبروح اكل غلط، على الرغم ان فرصه نزول الوزن في الشتاء اكبر بكتير من الصيف. بجد؟ طبعا بتجوع بتحرق سعراتك لو اكلت طاقه سلبيه مع الكورس الشتوي، لان الكورس الشتوي يختلف عن الكورس للشهيه العاليه على مدار العام. يعني الصيف له كورس والشتاء له كورس. احكي لي بقى. في الشتاء لازم احاصر مريضي، ابحث عن اكثر المواد الفعاله اللي تقدر تقفل لمريضي ده الشهيه. علم التغذيه بيقول ان عشب الجارسينيا هو مانع للشهية، يطلق عليه ده انه مانع للشهية. طيب لازم الكرسي يحتوي على 60% لان دي النسبة المصرح بها دوليا. ايه تاني اقدر ان انا اضيفه للكورس؟ بسرعة اجري على الكوجاك. الكوجاك من افضل الاعشاب اللي بتقمع الشهية، وبسرعة لازم اكون عايزة اعرف المادة الفعالة بقى معدتي هتقدر انها تحتفظ بيه وتقمع لي شهيتي ل 12 و14 ساعة. عشب البسيليوم لما يكون الكورس ده من ماده فعال، ماده عشبيه فعاله مركبه من ثلاث مواد فعاله قادره على انها تقفل لي شهيتي، يبقى انا هحرق كويس وهقفل الشهيه، بالتالي هسحب من المخزون، يبقى انا مش هيزيد وزني في الشتاء. المشكله في الشتاء دكتوره دعاء ان الواحد بيجي على بالليل بيجوع. طبعا. ما هو انا قاعده في البيت، الناس ما بتخرجش كتير لانه الجو برد. طبعا. فبنيجي على بالليل نجوع. طيب بتعملي معاهم ايه؟ نبتدي بقى ندخل في معاد الجرعه. معاد الجرعه بقى ما تقولي لي كده، يعني انت اديتيني. انا عارفه ان الماده الفعاله المعده قادره على الاحتفاظ بيها 12 ل 14 ساعه. ما تديهالهاش الصبح، لازم تكون بعد الغداء، بعد الغداء بساعه، يعني على الساعه 4 5 تحتفظ معايا ل 14 ساعة وجوع في الساعات النهارية، وده شيء جميل لأن الساعات النهارية أنا هقدر يعني أنا قادر على حرق سعراتي، لأن الغدة الدرقية بتفرز هرمونها القادر على حرق السعرات في الساعات النهارية وليست الليلية، يبقى أنا قدرت أعمل كنترول على الشهية في الساعات الليلية، وبالنهار أنا مش زعلانة، يعني أنا لا يقلقني ذلك، لذلك أنا ما بعملش دايت لمريضي. كل الحالات اللي معايا اللي بتعاني من زيادة وزن أنا مش بعمل لها دايت، ما بحبش من البداية ممنوع ممنوع ممنوع، واللي أخسه في شهر أرجعه في أسبوع، يبقى إحنا بنلف في دايرة مغلقة، غلط. المفروض إن أنا عايزة مريضي من البداية ما بقاش حاطاه تحت هيدك. وخلينا نتفق إن الناس المحبة للأكل
ما تحطهاش تحت يعني هدك معين او قيود وتقول له انت ممنوع بيضه الصبح ربع فرخه بالليل كوبايه زبادي بتزهقي ولا هيسمعك بتزهقي يعني بتزهقي من الاكل ده ولا يسمع ولما ازهق واكسر اليوم ده بسرعه المعده تتحصن وتبقى عارفه انها داخله على مجاعه واي شيء تحوله لدهون. علم التغذيه علم كبير جدا وليس معقد. هو علم كبير فاهم كويس كل حاجة كل ما نبت من الأرض فهو علاج لمرض عليه. طيب أما أنا أكون عارفة أن كل الأعشاب دي بتخدم الحالات الصحية وطبعا أنا ضد اللي يقول أن المادة أن الكورس ده مناسب لكل الحالات الصحية والفئات العمرية إزاي؟ يعني مريض زيادة الوزن اللي في العشرين زي الثلاثين زي الأربعين زي الخمسين زي الستين طيب هل ست زي راجل؟ هل امرأة عندها استئصال رحم أو مرارة زي امرأة لا تعاني من مشاكل صحية؟ طب هل فتاة العشرين زي ما بعد الثلاثين وبعد الأربعين؟ طب في هل بعد الخمسين؟ وطبعا المرأة انقطاع الدورة الشهرية ولخبطة هرمون الاستروجين ده بيعمل عندها خلايا دهنية حوالين الخصر. موضوع محتاج فريق عمل دارس. يمكن أبقول لما قلت في اللقاء أن أهم شيء يكون وراك فريق عمل دارس مش كلامه بس لأن أكيد مش هقدر أتواصل مع نص مليون اللي على صفحتي ولا كمية فلازم على صفحتك دلوقتي نص مليون نص مليون أكبر صفحة تغذية دلوقتي بسم الله ما شاء الله. فالحمد لله يا رب لازم يكون معايا فريق دارس تغذية ما ينفعش كول سنتر عادي هو مش مبيعات هو حالات صحية مختلفة وناس مأمناك على صحتها. هل مريض الضغط زي القلب والسكر؟ طب هل من لا يعاني من اي مشاكل صحيه زي انسان يعاني من مشاكل صحيه؟ طب مريض السكر له سعراته في اليوم له مريض حساس مريض الضغط لو اخذ حوارق زياده ارتفع الضغط عنده فالموضوع مش سهل ولذلك انا دايما اقول انا الحمد لله فريقي ما بين دبلومات تغذيه وماجستير تغذيه وده لازم لان صحه الفرد ليست هباء وبما اننا نبحث عن النجاح والتكريم فلازم نكون مميزين ولا وما فيش حد مميز ليس لديه علم. طيب خليني اقول لك ان الناس لما بتبتدي تاخد او تبتدي مش تاخد حتى لما تقول ايه انا حطيت نفسي في نظام غذائي او عشان ابقى مش بيجي لها اكتئاب. طب بتعملي ايه؟ ما هو انا حتى لو انا حاسه ان انا مش بحره نفسي ما انا هكتئب. مدام رشا يمكن علشان انت ما شاء الله يعني بتتمتعي بقوام رشيق مش مدركه قد ايه مريض السمنه هو داخليا مش مظبوط. مبدئيا ما حدش فينا من غير توتر ولا قلق ولا عصبيه ولا عنده مشاكل من اي نوع، كل واحد فينا عنده مشاكله. ولكن مريض السمنه هو بزياده شويه، عنده اكتئاب بسرعه. لازم انا اكون لو انا حد عادي مش دارس تغذيه مش فاهم سيكولوجيه مريض السمنه ده بيعاني من ايه، لازم انا اكون فاهم ان هو عنده قلق وتوتر وعدم ثقه بالنفس وانطواء عن العالم الخارجي وان هو مش وفي ناس بتتعزم على افراح او خروجات او يعيشوا حياتهم عادي يقول لك لا انا كسلان مش قادر. انت مش كسلان، مش قادر تواجه المجتمع. فانا عشان عارفه نفسيتك كويس قوي فبقول لازم الكورس بتاعهم يكون فيه عشب الفولينج، لازم اديله ماده الفولينج داخل الكورس. ما هو انا لما الاقي كده مش لازم اقول له انا هدي لك داخل الكورس ماده عشبيه اسمها الفولينج. هو المريض زياده الوزن مش محتاج منك مصطلحات علميه معقده ولا محتاج يعرف ايه الانجريدينت، ولكن هو محتاج يكون عارف حاجتين، هل امنه على الصحه؟ هل مناسبه لحالتي الصحيه وفئتي العمريه؟ فعشب الفولينج ده بيظبط الحاله المزاجيه، بيعمل على استقرار نسبه السكر في الدم. بالتالي يبقى مظبوط عندي نسبه هرمون السيروتونين وده هرمون السعاده. لانه لو في قلق وتوتر وعصبيه يرتفع الهرمون النقيض وده هرمون الليبتين وده المسؤول عن الجوع. طيب حضرتك قلتي لي جارسينيا بنسبة 60%. قلتي لي دلوقتي على العشب جدا الانجريدينت اللي كويس. حلو، انا بقى خايفه اللي سامعني ده يقول لك ايه؟ يلا اطلع على العطار اقول له اديني العشب ده. لا والنبي. ما هو ده انا عايز اقول لا. الموضوع مش ان انا اطلع واجيبه خلاص. لا يعني الموضوع لازم يبقى فيه تركيبه معينه او حاجه مع حاجه عشان تظبط حاجه. وبعدين عشان يسمعنا ما يقومش رايح على العطار يروح جايب حاجه لا ومهم عشب البسيليوم ده اهم ما في الكورس، وعشب البسيليوم فيه العديد من ده من البسله؟ من البسيليوم ملوش دعوه بالبسيليوم ملوش ده قشور السيليوم وده عشب اعلى انواع الفايبر، ده اعلى انواع الالياف.
وده بينمو في جنوب شرق اسيا. وعلى فكره احنا عندنا في مصر منه منتجين، ده اللي اثق فيهم يعني، بنسبه 5 ميلي جرام من البيسيليوم ومرخص من وزاره الصحه، البيسلام والاناسيليوم ومناسبين جدا، بيبقى فيه 5 ميلي جرام من البيسيليوم. طيب ايه تاني ممكن يحصل لمريض لما ما ياكلش؟ ممكن يجيله امساك. طب انا عايزه احرك اللي بيعمله طبعا عندهم امساك عشان ما بياكلش، فما بيبقاش عمليه الاخراج عنده مظبوطه، انا بسرعه اجري اشوف ايه في علم التغذيه يخدم ده. لازم يكون خلاصه البرومالين اللي هو خلاصه الاناناس، وده منظم جيد لحركه الامعاء، وده كمان حارق جيد للدهون. نقول ايه تاني داخل الكورس؟ لازم يكون يحتوي على فيتامينز، عشان انا لما ما اكلش ويبقى انا ما اخذتش الفيتامينز اللي المفروض احصل عليها، الشهيه اتقفلت. فايه اللي يحصل؟ خاف جدا ان الشعر يتساقط، فلازم يكون يحتوي على بي 12 لما ده يكون موجود داخل الكورس. وكمان لازم عايزه ست بنضارتها، انا اقلق جدا على شعر الست او على بشرتها لو هي بتخضع انها تفقد وزنها ويتضرر، ده ممكن تتوقف مني وتقول لك انا افضل كده افضل. فلازم يكون في فيتامين سي وقشور التفاح، ولازم يكون في مينرالز. الموضوع بلاقي ناس صفحات على الفيسبوك كتير جدا، المنتج ده اللي مش عارفه ايه المدمر، يا جماعه مش كده، في 2020 ما تبقاش دي العقليه، ما ينفعش ان انا اجري ورا ما فيش منتج واحد ابدا يكون بيصلح لكل الحالات الصحيه والفئات العمريه، يختلف. حضرتك في وسط الكلام قلتي لي ان السيدات عند انقطاع الطمث فبتبقى في دهون حوالين البطن حوالين الخصر. طيب هل في كورس مثلا لاماكن معينه في الجسم؟ السمنه الرضيعيه طبعا. ازاي بقى؟ ايه من الاعشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ممكن انها تعمل ريشيبنج للجسم؟ خلاصه الكريز والكروميوم واوراق اللوتس. ومش كده بس، ما هو معنى ان بقى عندي خلايا دهنيه حوالين الخصر او موجود دهون في مكان دون الاخر، ودي بتبقى دهون عنيده. يعني ايه عنيده؟ يعني دهون صعبه ثلاثيه، ودهون الثلاثيه دي اصعب انواع الدهون، لان انا محتاجه علشان تخرج بره جسمي يتم تحويلها لاحاديه وثنائيه عشان يسهل نزولها. يبقى نديها الكريز والكروميوم واوراق اللوتس، واديها نسبه الراسبري. طب التوت البري لازم يكون بنسبه ايه؟ نسبه تركيز 6000، يعني ما يعادل 40 ثمرة راسبري. في حد فينا يقدر ياكل 40 ثمرة توت؟ لا طبعا صعب قوي. انا عايزه الخلاصه منه عشان يفتت ده، علشان يكسر لي الخلايا الدهنيه الموجوده في مكان دون الاخر ويسهل نزولها. طيب يعني لو قلت ان انا جيت لحضرتك وخدت كورس من الكورسات دي، هبقى على مدار اليوم باخد حاجات طبعا، ولا في اوقات معينه؟ لا لا طبعا الصبح بس. لا لا يعني في حاجات كده بتشتريها ساعات يقول لك ايه، خدي حبتين الصبح على الريق واشربي ميه وخلاص وامشي بقيه اليوم العابي اللي انت عايزاه. بزعل قوي من كلمه على الريق دي، على الريق دي اضعف حالات المعده. والانسان صاحي من النوم بالنسبة. فده غلط جدا على المعده، غلط. مفروض يكون لازم تكون فاهم بتدي له ايه. لا مفيش حاجه على الريق، هو 3 مرات في اليوم، بعد فطار، بعد غدا، بعد عشاء، بعد 7 مساء ما بياكلش، وبعد 7 مساء تقول لي طب ما في الشتاء بجوع بالليل، هقول لها انت الجرعه بتاعتك حضرتك اخذتيها الساعه 4 5 فهتفضلي 12 ساعه ما تاكليش، وده مش من نفسك، مش انت اللي عامله الكنترول ده على نفسك، لا الكورس هو اللي عامل ده. حتى الناس اللي بتعانيش من زياده وزن في الشتاء لازم يكون في كنترول عامل مساعد اخر يساعدك ان انت تقدري ما تلخبطيش في الاكل. طيب بس خلينا صراحه كده، مش هقدر الخبط في وسط الاسبوع؟ لا ولا اي يوم؟ انت طول اليوم بتاكلي انت عايزاه، انت مش محرومه من نوع اكل، كلي كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. النسب دي هتقولي طب ما هي مش عارف. لا النسب دي هيساعدك ليها الكورس، هيبقى قدامك الاكل اللي انت بتحبيه ومش قادره تاكلي. يعني اكل بسبوسه؟ كل حاجه. كنافه؟ كل حاجه. اشرب شوربه عدس؟ طبعا. يعني مثلا السكريات اللي الناس، في ناس كتير بتحب السكريات، انا لما اظبط لك نسبه السكر في الدم بالفولينج مش هيبقى عندك ان انا عايز اكل حاجه مسكره، او انا عايز، لا مش هيبقى فيه ده. ولو اكلتي هتاكلي حاجه بسيطه جدا وتبقي متوقفه خلاص، انت مظبوط الدنيا مظبوطه عندك داخل الجسم. زائد ان الكورس مش مخلي عندك الشهيه الملحه. ما هو ايه اللي بيخلي الناس مش قادره تعمل كنترول؟ لو هو عنده الكنترول من البدايه ما كانش زاد وزنه. انا بتعامل مع الموضوع وهو على الوضع الحالي. انا اوريدي مش هخليك تعمل دايت، مش هحرمك من نوع اكل، ولكن هننظم مواعيد الاكل، فطار بدري، غدا بدري، عشاء بدري، عشان افضل بحرق السعرات على مدار الساعات النهاريه. طب بالليل هعمل ايه؟ الكورس هيقفل لك شهيتك. بالليل ممكن تاكل طاقه سلبيه، خيار، خس، كابوتشي، فاكهه باي كميات فيما عدا العنب، البلح، المانجتين، ولكن الموانع دي ليست ممنوعه على الاطلاق. ممكن مره في الاسبوع، حد بيحب الشوكليت اوكي، او الدارك شوكليت مفيش مشكله، بسبوسه مره في الاسبوع، انت مش محروم. فتلاقي نفسك
ثلاث شهور اربع شهور الدنيا ظبطت معاك؟ طيب احنا انا طبعا نفسي اقعد كتير اتكلم مع دكتوره دعاء، بيبقى عندي امل ان احنا ممكن نخس بسرعه كده في الشتاء، لكن خلونا نشوف الصفحه مره ثانيه. الصفحه صفحه دكتوره دعاء سهيل موجوده على الفيسبوك، اللي بيحب يتواصل معاها عشان يسالوهم الاسئله كامله. بالظبط، لان الموضوع مش بيع منتج، الموضوع حالات ما بتبقاش عايز تتكلم غير دكتوره دعاء سهيل. نعمل لك ايه بقى؟ هو البلان بتاعي يعني الناس مش عايز تتكلم غير دكتوره دعاء سهيل، كلهم طبعا يعني ناس افاضل والله يعني. خيره الخبراء لكن نعمل ايه بقى؟ هم عايزين ممكن انت دكتورة دعاء. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة دعاء سهيل، دكتورة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، صاحبة مؤسسة مبادرة الاول مش هنسلم للسمنة خالص، واول مؤسسي فكرة التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية واثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. نورتينا وبشكرك. ميرسي استضافتك، شرف لي. شكرا يا فندم، بشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء.